وللحديث عن اللجنة التي شكلت للتحقيق في قتل المتظاهرين ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر السيد مصطفى كامل. سيد مصطفى، مرحبا بكم. يعني كما تابعتم، الحكومة أعلنت تشكيل لجنة للتحقيق بعمليات قتل المتظاهرين العزل في انتفاضة تشرين. كيف تابعتم ذلك، وكيف ترون توقيت تشكيل هذه اللجنة قبل الدعوات للتظاهر يوم الجمعة القادم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وأحيي مشاهديك الكرام. بالتأكيد هذه الادعاءات التي يمارسها أركان عصابة المنطقة الخضراء، وهم يستحقون تماما هذا التوصيف، تأتي للاستهلاك المحلي ومحاولة لتثبيط عزائم الثوار والمنتفضين، لأن الجميع يعرف أن مئات اللجان التحقيقية شكلت في العراق منذ غزوه واحتلاله عام 2003 وحتى اليوم، ولم يجد المتضررون أيا من نتائجها، ولم يعني ينصف الضحايا على الإطلاق، ابتداء من جريمة جسر الأئمة أو حادثة جسر الأئمة وجرائم التعذيب الكبرى، وأهمها ما حصل في ملجأ الجادرية، وكل الجرائم التي حصلت في ديالة وفي جرف الصخر وفي الفلوجة وفي تكريت وبيجي والموصل وغيرها، وانتهاء بهذه يعني أو حتى اللجنة الحالية المشكلة للتحقيق بالجرائم التي واجهت المنتفضين السلميين في أنحاء العراق. الجميع يعلم أن الأمر لا يحتاج إلى تحقيق، لأن الصور والفيديوهات التي انتشرت خلال الفترة الأيام القليلة الماضية تظهر أن هؤلاء القناصين الإرهابيين إنما اعتلوا المباني الحكومية ومباني الأحزاب التي الضالعة في خراب العراق منذ احتلاله، وبالتالي فهؤلاء هم المسؤولون بشكل تام ما جرى، ولا يحتاج الأمر إلى لجان تحقيقية كثيرة. القاتل معروف والضحية هم أبناء الشعب. على ذكر أن القاتل معروف، يعني أبو مهدي المهندس قال إن الحشد الشعبي سيشارك بلجنة التحقيق الخاصة بقتل التظاهرات، لكن منطقيا أستاذ مصطفى، هل يجوز أن يشارك المتهم في محاكمة نفسه، وماذا يدل هذا التصريح من قبل أبو مهدي المهندس؟ الحقيقة هو ليس متهما، هو القاتل الإرهابي الذي قام بقتل المواطنين السلميين المنتفضين المطالبين بحقوقهم التي يعني يكفلها لهم كونهم بشر أولا، وتكفلها لهم كل الشرائع والقوانين السماوية منها والأرضية. أما حديث أبو مهدي المهندس فهو الإرهابي الدولي يريد أن يطرح نفسه يعني قاضيا وجلادا في نفس الوقت، ويريد أن يظهر نفسه أمام هؤلاء المتظاهرين أنه يعمل على إنصافهم وإحقاق حقوقهم، بينما يعلم الجميع أنه هو من قام بقتلهم وهو من اعتدى على حقوقهم حتى قبل هذه الانتفاضة، عندما يعني اشترك في هذه الجرائم التي حصلت ضد الشعب العراقي، عندما أهدر أموال العراقيين، عندما ارتكب المجازر بحقهم. فبالتالي هو يعني المتهم الأول والأخير في ذلك. أستاذ مصطفى، النائب السابق عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر البياتي يحذر من عودة العراق إلى ما قبل عام 2003 من خلال هذه التظاهرات، لكن كيف يمكن أن نفسر هذه التصريحات التي تحاول جاهدة أن تجعل من التظاهرات السلمية مؤامرة، لكن هل باتت هذه التصريحات تنطلي على الشعب العراقي؟ طيلة أكثر من 16 عاما لم يجد هؤلاء الطائفيون والإرهابيون القتلة المجرمون اللصوص المزورون، لم يجدوا إلا يعني ادعاء عودة النظام الوطني الذي أسقطه الاحتلال، أو الجانب الطائفي في إرعاب المواطنين من بعضهم، يعني هذا التحشيد الطائفي والسياسي المغرب
فقط لإدامة الحشد لصالحهم. الآن لم تعد هذه الادعاءات تنطلي على أحد، الآن رأى الجميع كيف أن هذه السلطة الغاشمة التي تدعي تمثيل شيعة العراق وشيعة العراق يعني بريئون منها، الآن رأى الجميع كيف أن هذه السلطة الغاشمة الطائفية الإرهابية هي من تقتل المواطنين بكل يعني وقاحة وصلافة منذ الساعة الأولى لبدء انتفاضة تشرين المباركة. بدأ كل العصابات الحكومية، وأنا لا أفرق بين عصابات الأحزاب والميليشيات والحشد الشعبي والقوى الأمنية والعسكرية، أنا أضعها كلها في خانة واحدة، لأننا نعلم جميعا كيف تسير الأمور في العراق ولمن تنتمي هذه الميليشيات ولمن تنتمي هذه القوات الأمنية والعسكرية، كلها تابعة لمؤسسة واحدة هي مؤسسة العملاء في العراق. وبالتالي لم يعد هذه الادعاءات تنطلي على أبناء الشعب العراقي. الآن رأى الجميع بعد أن رأوا طيلة السنوات الماضية كيف أن هذه السلطة التي تدعي تمثيل هذه الفئة من أبناء العراق يعني أفقرتهم ولم تقدم لهم الخدمات وامتصت دماءهم وأموالهم، الآن رأوا كيف أن هذه السلطة هي نفسها تقوم بسفك دمائهم وقتلهم بهذه الطريقة الوحشية التي يعني لو حدثت في أي بلد آخر لأسقطت الحكومات ولا يعني عوقب أو حوكم من قام بها وكل من اشترك في هذا النظام. يعني النظام هذا الفاسد كله الآن لا يعفى أحد من أركانه من هذه الجريمة ما دام لأنه لم يخرج أحد علينا بتقديم استقالته بوضوح، فهو شريك في هذه الجريمة ويتحمل وزرها في الدنيا والآخرة. أستاذ مصطفى، تعتقد أن لجنة التحقيق التي شكلت يعني تحمل صفة الشرعية، هل ستكون صادقة نوعا ما؟ متى كانت هذه السلطات التي أوجدها الاحتلال شرعية؟ كل السلطات التي أوجدها الاحتلال غير شرعية. وعندما نأتي تحديدا إلى هذه اللجنة التحقيقية المشكلة بأمر كما يقال رئيس الوزراء الحالي، رئيس الوزراء الحالي هو متهم بهذه الجريمة، هو من أعطى الأوامر، هو القائد العام للقوات المسلحة، الجيش والشرطة المحلية والشرطة الاتحادية والميليشيات جهاز مكافحة الإرهاب وقوات التدخل السريع، كلها تابعة له. ولم تكن هذه القوات كل على حدة أو مجتمعة لتطلق النيران لو لم تتلقى الأوامر من قيادتها. وبالتالي هذه اللجنة التحقيقية ليست شرعية ولن تصل إلى نتيجة. هذه ربما يقدم بعض أكباش الفداء في هذا المسعى، لكن الأساس أنه لن ينصف مظلوم ولن يقتص من ظالم. ائتلاف النصر قال إن الحكومة لا تستطيع محاكمة المتسببين بقمع التظاهرات، هل هذا تصريح سياسي الغرض منه مكايدة باقي الفرقاء في العملية السياسية أم كشف للحقيقة؟ يعني مع أنه جانب منه يتضمن الحقيقة، لكن أيضا المماحكات السياسية والصراعات السياسية التي تصل أحيانا إلى حد الدماء يعني في باستخدام السلاح بين أطراف العملية السياسية الاحتلالية معروفة منذ 16 سنة. هؤلاء الفرقاء كلما اختلفوا يرتكبون الجرائم ويتصارعون على المكاسب وعلى النفوذ، وليس من بينهم من كما قلت يعني ينتصف لمظلوم أو يقتص من ظالم أو يهتم بشؤون العراق. هؤلاء إنما يتصارعون على مكاسبهم وعلى نفوذهم وعلى السحت الحرام الذي يضعوه في جيوبهم على هذه المليارات أو مئات المليارات التي أهدرت من أموال شعب العراق، ويتصارعون حتى بالسلاح. الكل يعلم السنوات الست عشر الماضية شهدت العديد من هذه الصراعات السياسية الدموية بين أقطاب العملية السياسية، ولذلك هذا التصريح الذي تعلنه هذه الفئة أو تلك، هذا النائب أو هذا الزعيم السياسي كما يقال، وأنا أسميهم جميعا وهم كذلك طبعا، يعني أنا أسميهم عناصر ميليشياوية إرهابية
لا تمت إلى حقيقة العمل السياسي بصلة. هذه التصريحات كلها في إطار الصراعات السياسية، ولا تنتصف لشعب العراق على الأقل، على الإطلاق، ولا تمت له أصلا. عبر سكايب من اسطنبول رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر مصطفى كامل، شكرا جزيلا لكم.